أصوليون عندما يقولون يستحيل التفكيك مرادهم استحالة العقلية مو الاستحالة التي يمكن التفكيك فيها، هذا احفظوه. فلهذا يقولون حتى للمشرع لا يستطيع أن يفعل ذلك، يقول لأنه قبيح، بل في بعض الأحيان يقول يلزم نقض الغرض. يعني هم يستدلون بدليل العقل النظري وهم بدليل العقل العملي على أنه يستحيل. يقولون نعم يستطيع المولى أن يرفع القاطع فترتفع الحجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أما أن يكون القطع موجودا وحجيته غير موجودة هذا ماذا؟ مستحيل. فلهم دعويان، الدعوة الأولى أن الحجية لازم ذاتي للقاطع، الدعوة الثانية وأن اللازم يستحيل انفكاكه، ماذا؟ يستحيل انفكاكه عن الملزوم. وهذا معنى قولهم أن يد التشريع لا تنال الحجية إثباتا أو نفيا. لماذا؟ لأن الأمور تكوينية، والأمور التكوينية لا ينالها يد التشريع. الإخوة اللي قرأوا الرسائل قرأوا الكفاية يعلمون ماذا أقول. هناك يصرح بأن التشريع لا ينال حجية القاطع لا إثباتا ولا نفيا. صحيح ولا لا؟ قرأتوا بعد الرسائل الكفاية.